بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كتاب الزكاة. الزكاة تعرف بأنها، من يعرف؟ لا أحد يعرف تعريف الزكاة في الإسلام. لغة النماء، وشرعا وهذا هو المهم، عبادة تتضمن، عبادة تتضمن إخراج نصيب مخصوص لصنف مخصوص في مال مخصوص. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى الأموال التي يجب فيها الزكاة، وإلى من تدفع الزكاة، وكم مقدار الزكاة. هذه ثلاثة أشياء. على أن بعض العلماء يضيف أحيانا للتعريف النصاب، لكن سيأتي معنا أن مثلا الخارج من الأرض الله سبحانه وتعالى قال فيه: وآتوا حقه يوم حصاد. هذا ليس له نصاب، سيأتي مثلا. كذلك سيأتي معنا في الركاز، هل هو من الزكاة أم لا. الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، يعني وجد إنسان كنز، ننظر هل على هذا الكنز أو هذه القطعة الذهبية علامات؟ قال نعم، عليها علامات تدل على أن هذه القطعة كانت يعني من قبل الإسلام، فهذا ركاز دفن الجاهلية. فماذا تصنع فيه؟ تقسمه أقسام خمسة، يعني مثال يساوي 5 مليون يورو، تخرج الخمس مليون وتبقي لك 4 مليون، ما شاء الله، مفهوم؟ هذا إذا كان دفن الجاهلية. لكن إذا كان عليه علامات الإسلام ويعرف، فهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في اللقطة. طيب، إذن هذه الزكاة. أخذنا بالأمس أن الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة واجبة وزكاة مستحبة. الزكاة الواجبة تنقسم إلى قسمين: زكاة في الأموال وزكاة في الأبدان أو على الأبدان، زكاة بدن وزكاة مال، والحمد لله رب العالمين. زكاة البدن زكاة الفطر، وستأتي بإذن الله. أما زكاة المال سأتي على ما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى. حكم الزكاة، من يعرف حكم الزكاة التي هي زكاة المال الآن؟ ركن من أركان الإسلام، واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب، الحول، تسمع الفقهاء في هذا الباب يقول: حتى يحول على هذا المال الحول، لا اعتبار إلا للأشهر، أشهر الهجرية، سواء في العدد أو في الصيام أو في الكفارات أو في الزكاة. يحول الحول أي عام هجري كامل. في الغالب التجار عندنا يحددوا وقت للحول وهو شهر رمضان، هذا في الغالب التجار. لماذا؟ هل هذا من باب التعبد؟ قالوا لا، الآن تمر عليك أشهر السنة كلها ولا يعني تنتبه لها إلا شهر الصيام تنتبه له، فقالوا هذا شهر يعني يعرف عندنا دائما، فنجعل الحول في هذا الشهر، يعني يبتدئ الحول دائما في شهر رمضان وينتهي في شهر رمضان. ويقولوا إخراج الزكاة في رمضان يعني فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما كان يكون كان في رمضان. هذا
يعني ما يجعل التجار، لكن أحيانا يصح تقديم الزكاة عن الحول. يعني مثال، هذا تاجر ما شاء الله ورأى أن في الناس حاجة، لم يأتي الحول الآن، ورأى أن في الناس حاجة، برد شديد مثل ما يحصل اليوم مثلا في سوريا، الناس تموت من شدة البرد، فماذا يصنع؟ يقدم الزكاة الآن ويكتب أنه قد يموت، ويأتي الورثة ويقول هذا لم يخرج الزكاة وكذا، فيكتب أنه أخرج الزكاة قبل الحول بشهرين مثلا. إذن المعتبر عندنا في الشريعة، بالأمس ذكرنا الحيض المعتادة تحيض أيام في الشهر، أي شهر؟ الشهر الهجري، مفهوم؟ طيب، هذا الحول، النصاب، بلوغ النصاب لابد في كل صنف من الأصناف أن يبلغ النصاب، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى معنا، يعني يبلغ مقدار، وإذا بلغ هذا المقدار تجب فيه الزكاة. مثال الآن الذهب، هذا الأخ لديه ذهب، مرأة عندها ذهب، كم يساوي هذا الذهب؟ هل بلغ النصاب أم لا؟ ننظر، تأخذ هذا الذهب وتزنه، وجد أن هذا الذهب 100 جرام، 100 جرام، فهذا بلغ النصاب، لأن النصاب عندنا سيأتي بإذن الله تعالى في الذهب 85 جرام، وهذا 90 أو 100 جرام، إذن فيه زكاة. 50 جرام هذا لم يبلغ النصاب، مفهوم؟ طيب، هذا النصاب. الثالث يذكر الفقهاء هنا الوقص، الوقص، هذا الوقص يكون في بهيمة الإنعام فقط، يكون في بهيمة الإنعام. ما هي بهيمة الإنعام؟ الإبل والبقر والغنم، بهيمة الإنعام إبل وبقر وغنم. يقول هنا السائمة من بهيمة الأنعام. ما معنى السائمة؟ السائمة هي التي تسوم، أي ترعى كل الحول أو أكثر الحول من الحلال. سبحان الله، كيف تأكل حرام؟ ما معنى الحلال هنا؟ الحلال هنا معنى أنها ترعى مما لا دخل للإنسان فيه، ليس ملك لأحد، تخرج إلى المراعي وترعى. إذن السائمة هي التي ترعى كل الحول أو أكثر الحول من الحلال. من الحلال أي الذي كان ونبت دون أن يتدخل الإنسان فيه، وليس ملك لأحد، مثل ما ترى الآن أحيانا في الطرقات وفي كذا وفي في غير. هذه السائمة قال من بهيمة الأنعام. الوقص، ما معنى الوقص؟ الوقص هو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين. هذا لا يوجد الوقص إلا في بهيمة الأنعام، ما بين الفريضتين. مثال الآن سيأتي معنا مثلا في الإبل، زكاة الإبل الآن 5 من الإبل، فيهم في كل 5 من الإبل كم؟ شاة واحدة. في 6 من الإبل شاة، في 7 شاة، في 8 شاة واحد، في 9 من الإبل شاة واحد. إذن هذا الذي ذكرنا الآن، 5 من الإبل شاة، في 6 و7 و8 و9 هذا يسمى وقص ما بين الفريضتين. إذا بلغت 10 من الإبل ففيها شاتان، إذن من 6 إلى 9 هذا يسميه الفقهاء وقص ما بين الفريضتين، هذا ليس فيه شيء. وهذا الذي يخطئ فيه البعض الآن سيأتي معنا، إذا زادت عن 120 الإبل، إذا زادت عن 120 إخوانا الذي لا يعرف الحساب، من
نعم هؤلاء ما يعرفون الحساب. المسلم لابد يعرف الحساب، واحد زائد واحد زائد واحد، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد عندهم. سبحان الله إخواننا، حساب وتطور وتقدم، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي عندهم واحد. تأتي طفل صغير عندنا تسأل تقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ قال يساوي ثلاثة. هم يقولوا لا، الرب وكذا. نعم، هذا دليل على الجهل. في عاقل يعبد الآلة التي صلب عليها الرب في اعتقادهم؟ الأصل أن الصليب، يقول ابن القيم، يكسر. لماذا؟ لأنهم يعتقدوا أن هذه الآلة التي صلب عليها الرب صحيح، فالأصل كسر الصليب. لا، يعظم الصليب لأنها الآلة التي صلب عليها الرب في اعتقادهم. نعم، نسأل الله السلامة عليكم. الحمد لله، هذا هو الوقت ما بين الفريضتين. وأحيانا يكون الوقت كثير كما في زكاة الغنم الآن، سيأتي معنا بإذن الله تعالى. يعني الآن في كل 40 من الغنم شاة، حتى تصل إلى كم؟ إلى 120. من 41 إلى 119 وقص، هذا ليس فيها شيء، شاة واحدة. نعم، وهذه الزيادة لا تؤثر. لكن لو زاد الذهب ربع جرام في زكاة، يعني زاد عن 85 جرام ربع جرام، هذا لازم نخرج هذه الزيادة. إذن لا يوجد وقص إلا في بهيمة الأنعام. طيب، تجب الزكاة، أي زكاة المال، في أنواع أربعة. الأول السائمة التي ترعى كل الحول أو أكثر الحول من الحلال، لا من الحرام. لا، الحلال هنا الذي نبت دون أن يتدخل فيه الإنسان وليس ملك لأحد. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى. الملوك الآن يأخذ بعض الأراضي ويقول هذه محمية، مثل ما ترى الآن في الحدائق عندكم، حديقة كبيرة محمية، ما أحد يأخذ منها شيء. ألا وإن لكل ملك حمى، إذن هذا أصبح ملك للملك، وغيره يتركه ترعى وتأخذ منه لا إشكال وتصيد وكذا، لكن هذه المحميات ممنوع الصيد فيها، ممنوع الرعي فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. أنت ما تستطيع أن تتعدى اليوم على المحميات وعلى الحدائق. قال ألا وإن حمى الله محارم. نعم، السائمة هي التي ترعى، ترعى ماذا؟ ترعى كل الحول أو أكثر الحول. هذا الأخ لديه أغنام ما شاء الله، 1000 من الغنم، جاء وقال هل فيها زكاة؟ نقول تعال، كيف تطعم هذه الأغنام؟ قال أشتري لها أعلاف. إذن هذه سائمة؟ لا، لا تجب فيها الزكاة، انتهى الأمر. جاء هذا الشيخ وقال عندي أغنام، من أين تأكل؟ قال الحمد لله الحلال كثير، ترعى ولا أطعمها شيء، فهذه سائمة تجب فيها الزكاة. وهذا قال أنا في وقت من السنة حوالي 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر أطعمها عندما يكون النقص في الحلال أطعمها، وغير هذا هي ترعى.
إذن أكثر الحول هي ترعى الحلى، إذن فيها الزكاة لأنها سائمة. قال أأتي لها بالعلف 7 أشهر وبقية السنة أي 5 أشهر ترعى الحلى ليس فيها الزكاة. مفهوم؟ السائمة من بهيمة الأنعام، إبل ذات سنام أو سنامين، بقر أو جواميس، غنم سواء كان ظأن أو ماعز. طيب هذا لديه دجاج وترعى ما شاء الله، فيها زكاة؟ خيل عنده ما شاء الله خيول كثيرة، فيها الزكاة؟ لا. غزلان ليس فيها الزكاة. الحمد. إذن السائمة من بهيمة الأنعام 3 أشياء: إبل وبقر وغنم. طيب.